السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو تاع اليوم إن شاء الله راهو محضر سنوات الرابعة متوسط، مراجعة عامة لاختبار الفصل الثاني. هذا الفيديو إن شاء الله راح يكون الجزء الأول، وبإذن الله الرحمن الرحيم راح يكون جزء ثاني للمراجعة. نبدأ بأول درس. الدرس تاعنا الأول هو superlatives. superlatives هو كما رشح ديك أكثر المقارنة، نقارنوا حاجة مع عدة أشياء. نبدأ. كي تكون عندك short adjective، adjective صغيرة أقل من ستة حروف أو أقل، تكون بالعكس ستة حروف هي كبيرة. بصح كاين في بعض الأحيان ستة حروف تكون short، معليش، في أغلب الأحيان تكون ستة حروف، أقل من ستة حروف. واش قالك؟ قالك الادجكتيف اللي يعطوها لك زعما سمول، هاي سمول ديجا شورت ادجكتيف، زيد لها مع التالي اي اس تي. محمد از ذا سمولست بوي ان ذا كلاس. اوكي، هنايا لونغ ادجكتيف. بالنسبه لونغ ادجكتيف قالك الادجكتيف خليها كيما راهي، ما تزيد لها، وما ديجا هي راهي كبيره، زيد لها كلمه اخرى قبلها اللي هي ذا موست. امينه ذا موست بيوتيفول girl in my class. فهمنا؟ irregular adjective كاين كلمات ولا adjective صفات ما تمشي معاهم لا القاعدة الأولى لا القاعدة الثانية. هادو قال لك حنا نتبدلو كامل، هادو هذا اللي راح نقولهم لكم، هادو فقط ما كاش واحد اخرين من غيرهم، اللي هما good ترجع the best، bad ترجع the worst، many the most، much the most، far the father ولا the father غير تتبدل غير في اليو هنايا، وهنا كاينه اي، old the oldest ولا the eldest. متفاهمين؟ هيا نروحو نطبقو القاعده تاعنا. هاي ليك hard، رجعها لي في superlative. hard راهي طويله ولا قصيره؟ راهي قصيره. واش تقول لك القاعده تاع القصيره؟ ديرو the وهذه زد لها اي اس تي، the hardest. اوكي، شوفوا ذ لازم نزيدوها. اوكي، عندنا هنايا فاني، فاني راهي قصيره، نديرو ذ. شوفوا بالنسبه للصفات اللي خلصوا بالواي وقبلهم لهنايا كونسونانت، الواي رجعوها اي، ذا فانيست، ذا فاني است، الواي ترجع اي. اوفل راهي قصيره، ذا اوفلست، ذا او est. اوكي، عندنا هنايا wet، wet معناتها مشمخ. شوفوا كي يكون عندك هنايا adjective قصيره وفيها vowel واحد برك، اوكي، فيها vowel واحد، هاي ليك فيها غير vowel واحد اللي هو تي، الاي الحرف التالي عاود كتبه زوج مرات وزيد est. the wettest. creative، creative راهي طويله، واش نقولوا؟ the، ونزيدو لها، لازم نزيدو لها كلمة كاملة ونخلوها كيما راهي. the most create، أنا creative ما زيد لها والو. slim وش نقولو عليها؟ نقولو the slimmest. okay، huge the hugest. strong وراني yes strong. بالنسبة للstrong هنايا راهي فيها واحد زوج ثلاثة أربعة خمسة ستة، بالنسبة للstrong هنا نقوله the strongest. okay، مالقري فيها ستة بصح نقوله the strongest. متفاهمين؟ هذه كانت task number two. روحوا no، كان task number one. روحوا task number two. negative prefix. بون، هذه negative prefix يعني هذو الكلمات تاعنا كي نزيدو لهم هذا prefix من القدام يعطينا المعنى العكس تاعهم. اوكي، نبداو ب honest. باش نصيبو العكس تاع honest لازم نزيدو prefix هنايا. honest واش تمشي معها؟ ام ان ام ار ال ان ولا this. بالنسبه ل honest تمشي معها this، ونقولو dishonest. اوكي،
relevant. بالنسبة relevant راهي تبدأ بالآر، يعني اللي تمشي معها هي اللي تجي فيها الآر. A relevant تولي like this. A relevant. Legal. Legal تبدأ بالآل، تمشي معها اللي تبدأ بالآل. هنا illegal. Okay. Correct. Correct هنعرفوها correct صحيح، نقوله غير صحيح وش نقوله؟ نقوله مراي هنايا، نقوله incorrect. Okay. Moral نقوله تبدأ بالآن تمشي معها وراهي الآن. Immoral. Known. Known معروف، غير معروف وش يمشي معها بقات لنا واحدة برك اللي هي unknown. متفاهمين بالنسبة لهذو؟ ديجا راني درت لكم الدروس، راني عطيتكم غير بعض باش بالك تتلقاو بهم في الاختبار ولا تكونوا تعرفوهم ديجا. هذو كيما نقولوا لي اكثر استعمالا. نروحوا الان بالنسبة للتمرين رقم 3. هذا تلاميذ بزاف سقسوني عليه، راح نشوفوا اليوم كيفاش نحلوه. نقرأ match the pairs، اربط هذه الجملتين ولا of sentences with like مثل unlike عكسه whereas بينما في حين أن. فهمتوا المعاني تاعهم؟ هذه تفيد similarities معناتها زوج أشياء متماثلين، وهذا الزوج يفيدوا الأشياء اللي تكون مختلفة. راني شرحت لكم وقتاش نحطوا unlike وقتاش نحطوا whereas. تقدروا ترجعوا للفيديو اللي درتو الخطره اللي فاتت اللي هو جميع دروس الفصل الثاني، هذيك تلقاو فيها الشرح بالتدقيق بالنسبه لهذا الدرس. نبداو مع بعض ونشوفوا كيفاش نحطوه. الجمله الاولى سامير is quite calm. سامير عاقل and easy going، انسان متفهم. his brother who is always in fight with someone. وخوه دائما في 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 شغل متدابز مع واحد. هنا واش راح نستعمله؟ خمم مليح في الجمله وشوف واش نستعمله بالنسبه لهذه الجمله. انا شرحتها لكم بالنسبه لهذه الجمله. راح نديروا وحده من هذا الزوج لانه رانا نهضروا على العكس. كي تكون تهضر على حاجه معاكس حاجه استعمل ان لايك ولا وراس. كي تكون حاجه مماثله نستعملو لايك. هنا عندنا زوج صوالح متعاكسين. اوكي بصح قول لي ميس هذه تفيد العكس وهذه تفيد العكس، وين راهي اللي راح نستعملها؟ انا واش نقول لك؟ انا نقول لك بلي نستعمل وراز. وير قولي ميس علاش استعملتي whereas وعلاش ما استعملتيش unlike؟ شوفوا وقتاش نستعملوا whereas. اول شيء لازم تكون حاجه تعاكس حاجه. احنا واش قلنا؟ قلنا سمير عاقل ومتفهم ومليح، زعما هضرنا صفات ملاح. وقلنا خوه اللي هو دائما متفاتن مع الناس. اوكي هنايا واش نقولوا؟ هنايا علاش درت whereas؟ درت whereas لانها جمله كامله راهي تعكس جمله كامله. اوكي جمله كامله هاي يقول لك سمير هو عاقل ومنا وخوه اللي هو قبيح، يعني راهي جمله ما قال لك زعما سمير عاقل خوه لا ما ذكركش صفه واحده اخرى لخوه، وذكرنا سمير والصفات تاعو وذكرنا خوه والصفات تاعو، يعني جملتين كاملتين. كي يكون عندك جملتين كاملتين استعمل whereas. خلاص تفهمنا؟ نروحوا للجملة وبقى نشوفوا وقتاش نستعملوا unlike. نروحوا نشوفوا الجملة الثانية. عندنا سوزان lives in a big city. سوزان تعيش في مدينة كبيرة. Her best friend صديقتها المقربة lives in the countryside. وين تسكن؟ تسكن في ال countryside. أنا وش نستعمله؟ هنا
نفس الشيء نستعمل whereas. علاش whereas؟ where as. تبع مليح، راني نعاود نشرح. كيما قلت هنايا راني راح نزيد لكم اضافه جديده. شوفوا هنا سوزان ليفز راهو فعل في البريزنت، وهنا الفعل راهو في البريزنت، حتى الافعال وراهم في نفس الـ في الـ في نفس الزمن. اوكي، يعني راهم صح جمل في نفس الوقت. شوفوا يكونوا جملتين كاملتين، تكون الجمله الاولى تعاكس الجمله الثانيه، ويكونوا الزمن تاع الجملتين في نفس الوقت. هنا نستعملوا whereas. صحيح هي في الحقيقه نستعملوا unlike، بصح الاقرب هي whereas و unlike. تقدر تستعملهم في يعني تقدر في بلاصه whereas دير unlike، بصح المعنى الصحيح ولا زعما نقولوا المعنى الممتاز هو كي تحط whereas. نتبعوا نروحوا للجمله الثالثه، فهمنا؟ روحوا نمبر 3. Brad works as teacher of biology. انا واش قال لك؟ قال لك براد كان يخدم استاذ في تاع العلوم. اوكي، his father used to be a dentist. باباه كان يخدم دونتيست. هنا واش نديرو؟ هنا الجمله اول واش تفيد؟ راهي تفيد التشابه ولا تفيد العكس؟ راهي تفيد التشابه. سوري، تفيد العكس. براد كان يخدم استاذ، وبراد راهو يخدم دركا استاذ، وبابا راهو يخدم دونتيست. هنا واش نستعملو؟ نستعملو whereas السنة where as ولا unlike. لازم نخير واحد بيناتهم على خاطر هذا الزوج في زوج يفيدونا العكس. دركا انا واش راح نختار؟ whereas ولا unlike؟ في هذه الحالة انا نستعمل واش تستعمل؟ نستعمل unlike. unlike والجواب الصحيح. علاش؟ هاي ليك راهم اول شيء يفيدونا العكس، ثاني شيء راهم مام الجملتين الزمن مختلف. شوف هذا راهو في الباست used to be، وهذا راهو works في المضارع. ثاني شيء هذاك شغل عنده يهدر على راهو في التعليم شيء ثاني، وهذا dentist شيء ثاني اخر. فهمنا وقتاش نستعملوا unlike؟ هنا تقريبا في الزمن يختلفوا. اوكي، نروحوا للسنتنس نمبر 4. I enjoy reading novels. انا استمتع بقراءة الروايات. My friend صديقي ولا صديقتي who is always in the library. وصديقي دائما تلقاه في library، في واش يقولوا في المكتبة. هنا الجملتين واش يفيدونا؟ الجملتين راهم يفيدونا التشابه. انا نحب نقرا الروايات وصاحبي اكثر مني دائما نلقاوه في المكتبه، يعني التشابه. نقولوا هنا في التشابه نديروا لايك. I enjoy reading novels like my friend who is always in the library. خلاص، يعني هنا كاين تشابه نستعملوا لايك. نروحوا للتاسك نمبر 4. task number 4 present perfect. راح نحطو هنايا present perfect. put the verbs between brackets in the present perfect. اول شيء حط لنا الافعال اللي راهم بين قوسين في ال present perfect. اوكي، في المضارع التام. اوكي، and والحاجه الثانيه and fill in the gaps with since for already yet ever never just. اول شيء هذا نحطه في البريزنت بيرفكت، ثاني شيء الفراغ نعمر به بوحده من هذه الكلمات. متفاهمين؟ شوفوا بالنسبه لهذا التمرين نبداو بالحاجه السهله. الحاجه السهله اللي عطاوها لنا مباشره في هذا السؤال هو نحطه البريزنت بيرفكت. وشنو هو البريزنت بيرفكت؟ هو have ولا has زائد past participle of the verb. روحوا directly نحطوا الفعل اللي راهو بين قوسين في present perfect. متفاهمين؟
في البريزنت بيرفكت، ومن بعد هادو نروحوا كي نكملوا كامل نرجعوا نديروهم في نحطوهم في مكانهم. انتوما اذا كان عندكم نفس الشيء بالنسبه لل في الفرض ويعطيكم هكذا، بداو بالحاجه السهله ومن بعد روحوا للحاجه الواعره. شوفوا السؤال الاول، راهو السؤال الاول عباره عن سؤال، كيكون عندك عباره عن سؤال والفعل تاعك راهو في البدايه، واش دير؟ دير النص تاع الفعل قبل السابجكت، والنص الثاني تاع الفعل يكون في الجهه الثانيه تاع السابجكت، يعني النص حطه هنا والنص حطه هنا. هاف ولا هاز حطها هنا، وباس بارتيسيبل حطه هنا. الباس بارتيسيبل تاع الفيرب سبيك هو هنا، كيما نعرفوا ان الباس بارتيسيبل هو وشنو؟ او ماي جاد، باس بارتيسيبل هو irregular verb، يعني ما تمشيش مع القاعده تاع ايدي. سبيك الباس تاعو سبوك، الباس بارتيسيبل هو سبوكن، سبوكن حطوها هنا. متفاهمين؟ وعدنا هاف ولا هاز. يو وش تكون؟ يو راهي كما نقولوا مع الجمع، راهي مع الجمع، اوكي، راهو من ضمائر تاع الجمع، والضمائر تاع الجمع لازم نديروا لهم هاف. هاف شكون يمشي معاه؟ ضمائر الجمع زائد اي، معناتها اي يو وي و ذي. اوكي، تبدا لنا هاف يو spoken to the teacher، to the teacher، وهنا الفراغ نحطوا واحدة من هذو. اوكي، روحوا هذو خلوهم لهم بعد، متفاهمين؟ روحوا الجملة الثانية، هنا الثاني yes I to talk with him but he says that he not. روحوا هنا يا الفعل talk، بالنسبة للفعل talk هو regular، معناتها تمشي معها القاعدة تاع ايدي talk talked، والقاعدة تاع ايدي ولا regular verbs هما الباست تاعهم وال الباست sorry الباست سيمبل تاعهم هو الباست بارتيسيبل، نفس الشيء. اوكي، معناتها ايدي ايدي مع اي، واش نديرو؟ نديرو هاف ولا هاز؟ مع اي نديرو اي هاف، اي هاف توكت. متفاهمين؟ yes I have talked with him but he says that he not correct. correct هو regular verb تمشي مع القاعدة تاع ايدي، وهنا يا هي وش نديرو؟ هاف ولا هاز؟ مع هي نديرو هي، وشي وات تمشي هاز، نقولو هي هاز not sorry not هذه الطير corrected not corrected، زيدو لها ايدي برك هنايا، not corrected my project، وما زالت نحطو واحدة من الكلمات الأخرين. نروحو للجملة رقم ثلاثة، my brother خويا to live in the USA 2 years. هنا فرغة، هنا to live هو فعل عادي يعني regular، زيدلو ايدي. my brother يعتبر هو ولا هي، وش نديرو؟ he has lived in New York 2 years. متفاهمين؟ روحو number 4. This is the easiest task I مع I وش نديرو؟ have ماشي has. do هو irregular، الباست بارتيسيبل تاعو هو done. اوكي، okay. I have done، وهنا زيدو كلمة من هذوك الكلمات اللي قلنا نعمرو بهم الفراغات. I not to see، I not to see، وش نديرو؟ مع I وش تمشي؟ تمشي have، I have not see، الباست بارتيسيبل تاعها هو irregular، يولي seen، I have seen him فراغ last summer.
اوكي روحوا الرقم 6. I to receive a call from that company. I تمشي معها have. Receive هو regular verb يولي received. Received a call from that company. They want me to work with them. اوكي دوكا نروحو نعمرو الفراغات تاعنا بواش بهذوك الكلمات تاع مقبل اللي هما. نبداو مع الجمله الاولى. شوفوا هنا بالنسبه للجمله الاولى الفراغ تاعنا راهو هنا ماشي هنايا هنا. نبداو have you spoken to the teacher. راهو يقول له اسكو هدرت مع الشيخ تاعكم. اوكي واش يقول له؟ قول له have you already. واش معنى already؟ يقول له هل بالفعل تكلمت مع الاستاذ. have you already spoken to the teacher. شفتوا already وين حطيتها؟ في السؤال حطيتها مباشره بعد السبجكت. اوكي يعني راهو الفعل مقسوم على زوج، الجزء الاول يجي الفعل والسبجكت، والفعل الثاني الجزء الثاني يجي فيه غير الباست بارتيسيبال تاع الفعل. تولينا الجمله هكذا have you already spoken to the teacher. كاين جمله كاينه كلمه واحده اخرى نقدروا نستعملوها هي كلمه ever. Have you ever spoken to the teacher. هذه have you ever المعنى تاعها يقول هل سبق لك وتكلمت مع الاستاذ. فهمنا؟ وهنا كي نستعملوا already نقولوا هل بالفعل تكلمت مع الاستاذ. متفاهمين؟ تستعملوا هذه ولا هذه؟ هي في الحقيقه هذه اقرب، مام هذه صحيحه ماشي خطا. روحوا للجمله الثانيه. Yes, I have talked to him. خلاص أنا هدرت معه. But لكن قال يقول he says that he has not correct my project. مازال ما كملش البروجي تاعي بعد هي yet. ويت هي دائما تجي في الآخر. متفاهمين؟ هنا نديرو yet. روحوا لهذه الجملة. My brother has lived in the USA 2 years. خويا عاش في الماريكان لمدة هي 4. هذا الدرس راني شرحته 4 هي لمدة. هنا نديرو 4 كي يكون محدد لك عدد السنوات. اوكي ولا محدد لك المدة كما نقولوا سواسوا. اوكي هنا this is the easiest task I have done. اوكي هذا اسهل تمرين درته في حياتي ولا الى الابد. هنا واش نديرو؟ هنا نديرو ever. بصح ever وراح نحطها انا راح نحطها هنا نقولو this is the easiest task I have ever done. ever هي على الإطلاق هو أسهل تمرين درته على الإطلاق. اوكي سو تولي I have ever done. خلاص I have ever done. ومن بعد I not ولا I have not seen him بعد فراغ last summer. أنا ما شفتوش منذ الصيف اللي فات. منذ هي since. أوكي since last summer. since هي منذ. أوكي هنا I have received a call from that company.
they want me to work with them. ماهيش تبان بالنسبة استنى هنا الفراغ هذا راهو جاي هنايا. So تولي I have received a call from that company. استقبلت مكالمة من هذا الشركة. They just هادو فقط just هي فقط want me to work with them باش نخدم معاهم. اوكي هكذا تكون الإجابة تاعنا. شوفوا بالنسبة للجواب الأول نرجعوا ليه برك. لا لا نو نو هذه نخلوها كيما راهي. اوكي already و ever معليش نروحوا للتمرين رقم 5. تمرين رقم 5 past continuous و past simple when و while long action. كي تكون عندنا action طويله نستعملوا past continuous، تكون عندنا short action action قصيره تكون past simple. put the verbs between brackets in the correct tense. واش معناتها correct tense؟ يا اما نحطوا past continuous يا اما past simple. نروحوا نشوفوا الجمل مع بعض. يلا هنا قلنا كي تكون عندنا when، قبل ما نقرا كامل الجمله كي تكون عندنا when الفعل اللي يجي when مورها يجي في الباست سيمبل واللي قبلها يجي في الباست كونتينيوس. نبداو my sister to surf the internet. كانت اختي تبحث في الانترنت. اوكي my sister هي الباست كونتينيوس was surfing the internet when she received الباست تاعها يولي received my call. اوكي الفعل اللي يجي مور وين يجي في الباست سيمبل واللي قبله باست كونتينيوس. روحوا الجمله اللي بعد عندنا هنايا while. اوكي while كيفاش نديرو؟ while العكس while الفعل موراها يجي في الباست كونتينيوس وي مع وي راهي جمع نستعملو where helping واللي قبلها نديروها في الباست arrived. نقراوها the police arrived la police جو حينما we were helping the victims. كي كنا حنا نعاونو في الفيكتيمز لا بوليس جو. متفاهمين؟ عندنا نفس الشيء while هنا direct معهم continuous وهنا يا past simple. Sally prepared the cake while في حين نحن لا هنا نقوله في هذه الحالة لا هذه الحالة في زوج يجو past continuous. علاش؟ شوف مليح رانا في نفس الوقت يعني بدينا الاكشن في نفس الوقت. واش نقولوا سالي كانت تتحضر في الباتيسري في حين حنا كنا نديكوريت ذا روم كنا حنايا نزينو في الروم. اوكي سو سالي وير بري sorry was لأن سالي إنسانة واحدة برك was preparing زيدولها ing سالي was preparing the cake while we were decorating the room. تفهمين؟ خلاص روحوا لتاسك نمبر 7. عدنا نمبر 7 هنا تريف تونكس 5. راني تشوفوا في الفيديو اللي فات راني شرحت كلش. هنا رانا نحلوا برك انا نراجعوا فقط نشوفوا روحنا لا نعرفوا نحلوا ولا ما نعرفوش نحلوا. I classify these words in the following table. عدنا إيا آيا أويا أوا and our. اوكي نقرا لكم انا الكلمه وانتم حاولوا تحطوها في الخانه المناسبه. liar هي اي وراهي اي هاي ليك الا تبدا بالا اي هنا liar هنا player
آية، وراهي آية هايليك آية بلا ي. شاور شاو آو، وراهي آو هذه ولا هذه ولا هذه ولا هذه ولا هذه. آو هي هذه شا ور. روحوا الكلمة اللي موراها سلا ور سلا ور، راهي كيما شا ور هي هنايا فلا ور. هنا لويا لويا هي اويا لويا. عندنا هنا سلو سلو، اوكي هي هذه او سلو سلوور. متفاهمين هذوك فاش ننطقوهم؟ روحوا للتمرين الموالي. I classify the following words according to the pronunciation of their final ed. روحوا نصنفوا الكلمات على حسب النطق تاع الايدي تاعهم. Like كي تكون عندنا الكي ننطقوها الايدي هنايا، كيفاش ننطقوها؟ liked love نطقوها د loved. enjoy هذا اوي enjoyed. visit visited. slip slipped. help نفس الشيء بي helped. call called. practice تخلص بالاس، نقولوا practiced. اوكي نقولوا wonder. هنا كاين ار نطقوها د. عندنا imagined. decided. ها decided. قعدنا overwhelmed. عدنا هنايا تخلص بالام، اللي تخلص بالام نصنفوها مع د overwhelmed. شت اغيت mixed. اوكي اخر وحده هي pass. نقولوا past. لو كان جات هذه الاس ننطقوها ز نحطوها هنايا. اوكي يعني الحروف التاليه اللي تصيبوها قبل الايدي تنطقوها، كي تصيبو قبل الايدي تصيبو ال ام ان ار جي. اوكي تلقاو في، تلقاو اللي تنطق ب س، بصح اللي تكون تنطق ز.
تلقاو ز شت تلقاو و تلقاو واي، هادو كامل تنطقوهم ايدي. اد واش عندنا؟ اد عندنا ت ولا دو. بالنسبه للت للايدي اللي تنطق ت كاين ب ك ش ت، عندنا ف قادره هذه الجي ايش تنطق ف، اوكي. عندنا ث شت، عندنا س معناتها ولا سي اللي تنطق س، تنطق س هنا تنطق ز وهنا تنطق س، وعندنا الاكس، اوكي. هذه كانت قاعده تاع الفاينل اي دي ولا برونسيشن اوف ذا فاينل اي دي. كانت هذه المراجعه رقم واحد، ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، ونتلاقاو ان شاء الله في مراجعه اخرى باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.